على مدار يومين قامت مؤسسة الأزهر الشريف باستضافة مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي. حضروا نخبة من علماء الإسلام على مستوى العالم من 46 دولة إسلامية تقريبا. تمت فيه مناقشات وجدال، ومن أهم هذه النقاشات اللي حدثت في السنوات الأخيرة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبين رئيس جامعة القاهرة. علشان نعرف تفاصيل أكتر معايا ضيفي العزيز دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة. مساء الخير دكتور عبد المنعم، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحب بيك. والحقيقة كان مؤتمر موفق على مدار يومين، وكان فيه إضافة كبيرة، وكنا احنا محتاجين مثل هذه المؤتمرات، وفضيلة الإمام الأكبر كان له الحقيقة دور كبير. أبتدي مع حضرتك بأهم إيجابيات هذا المؤتمر والتوصيات اللي خرجنا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يحفظ مصر وأهل مصر وجيش مصر وشعب مصر والعالم كله يحفظ بالأمن والأمان والسلام إن شاء الله. إن شاء الله. هذا المؤتمر إيجابياته كثيرة جدا. أولا أعطى رسالة للعالم إن مصر آمنة مطمئنة وستظل آمنة مطمئنة إن شاء الله. إذ الذي وعد بذلك هو رب العالمين، ودخوله مصر إن شاء الله آمنين. الذين حضروا إلى أرض مصر ودخلوا مصر بمشيئة الله كانوا يزيدون على 46 دولة كلها اليوم أمسكت بعصا ترحالها لتخرج من مصر وتشهد أمام الدنيا بأسرها. نعم. أن مصر بلد الأمن والأمان وستظل إن شاء الله، وإن ما يسمع عن مصر من إرباك مجتمعي أو غيره هذا كلام غير صحيح بالمرة. نعم. فيكفي هذه الرسالة الأولى إن مؤتمر مثل هذا يستجيب فيه أكثر من 46 دولة ليولوا وجوههم شطر الأزهر الشريف وشطر مصر وينقلوا تقارير عن مصر. نعم. وحسن الضيافة وكرم ضيافة أهل مصر والهالة العظيمة. شخصيات مهمة يا دكتور حضرت. نعم. المؤتمر وزراء وأمراء وأساتذة جامعات ورؤساء جامعات ومفتين. نعم. يعني عدد ليس بالقليل. نعم. وحضرتك كنت يعني مشرفة في المؤتمر، شرفنا طبعا بالحضور. الله يكرمك. ورأيت كيف أن الناس يعشقون مصر. صحيح. وهذا العشق ليس شيء طبيعي، إنما ده شيء فطري في نفوس الناس. أكيد. مصر زي ما بنقول أم الدنيا. ومكانة الأزهر أيضا يعني. نعم. الأزهر له مكانة كبيرة، يعني كل الناس الحقيقة ضيوفنا الكرام اللي جم شرفونا في القاهرة جايين على اسم الأزهر الكبير. نعم. الإيجابية الثانية أن هذا المؤتمر كشف عن ظاهرة صحية جميلة جدا. هذه الظاهرة هي الإدلاء بالآراء ثم المناقشة والحوار في أدب راقي عالي جدا. نعم. تقدم به أساتذة كبار. نعم. ورأينا مسك الختام في هذه الحوارات كلمات وحوارات مولانا فضيلة الإمام الأكبر الذي يكن له العالم الإسلامي والغير الإسلامي كل التقدير والاحترام. أكيد. ولذلك أنا عجبت كثيرا من بعض المنصات الإعلامية التي خرجت والذين يجلسون على كراسيها. لا. لم يحضروا حتى في المؤتمر وفي نفس الوقت بدأوا يعني يذكرون عبارات عن الحوار الذي دار. طيب احنا هنرجع للنقطة دي باستفاضة لأن هي طبعا شيء مهم نتكلم عنه. أشوف مع حضرتك تقرير عن أهم ما جاء في المؤتمر. بمركز مؤتمرات الأزهر نظم هذا المؤتمر تحت عنوان التجديد في الفكر الإسلامي بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسيادة رئيس الوزراء ونخبة كبيرة من المسؤولين والمفكرين وأيضا ممثلي بعض الدول العربية والإسلامية. أحيي
سماحة الإمام إمام الأزهر العلامة الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد والطيب، وعلى نجاح المؤتمر، وأهني قيادة مصر وشعبها الطيب على هذا اللقاء العالمي الإسلامي في ربوع أرض الكنانة، وليس بغريب على أن يكون هذا في مصر التي عرفت بحرصها على الإسلام والمسلمين وعنايتها بأن ينقى الإسلام من بعض الشوائب التي علقت به من خلال اختطاف الخطاب الديني واستغلاله من قبل المتطرفين والغلاة والحمقى والجهلة. نحن في حراك كبير جدا على مستوى معالجة هذه الظواهر السيئة السائدة التي أدت إلى انحراف ملايين الشباب، مئات الآلاف من الشباب عن الفهم الصحيح. وهذا الانحراف ناتج عن الأخذ بفتاوي ناقصة لا تؤصل ولا تعرف حقيقة الاعتدال ولا الوسطية في ديننا. بد أن نوظف التجديد الذي تم في الأزهر خلال العقد الماضي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتطبيقه على المستقبل، النظرة المستقبلية، حتى لا يقف الأمر عند مجرد التجديد، وإنما لابد أن يكون لهذا التجديد مردود وريادة في التعامل مع المستجدات القادمة في الفترة القريبة والبعيدة. المجمع عليه والثوابت الإسلامية هي واحدة عبر العصور، أما الذي نحتاجه هو نحن في هذا العصر من الوسائل والوسائط التي نستطيع أن نستخرجها للثبات على الحق ونشر الحق ودحر الفكر المتطرف وإقلاع جذوره. قضية التجديد هي من القضايا الحيوية والقضايا الملحة والقضايا الملازمة للدين، بحيث لا يكاد ينفك الدين أبدا عن التجديد ولا التجديد ينفك عن الدين، فهما متلازمان لا نستطيع أن نفصل بينهما. وهذا تطبيق لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. أزهر الشريف ودول الأزهر وتاريخ الأزهر الطويل في نشر الفكر الإسلامي، إن شاء الله بإذن الله هذا المؤتمر خطوة على قوية على طريق التجديد. التجديد عملية ديناميكية لا تتوقف، تستمر هذه المسيرة إن شاء الله، ونحن معا على الطريق في مسيرة التجديد إن شاء الله. جلسة اليوم تجعل من هذا المؤتمر شيئا مفيدا جدا، ونشكر له ونشكر فضيلة الإمام الأكبر علشان أنه أتاح مثل هذا النقاش. أنا طبعا سعيد بالمؤتمر وسعيد بهذا التنوع، وسعيد بدعوة فضيلة الإمام مالي والجامعة القاهرة للمشاركة في هذا المؤتمر. وأنا طرحت وجهة نظر مختلفة، رفضت فيها الطرق التقليدية لتجديد الخطاب الديني، وقدمت آراء مختلفة تماما، وكنت سعيد جدا، مكنتش متضايق ان فضيله الامام كان بيرد عليا، وان حصل بينا هذا الاختلاف في وجهات النظر. ف قلبي وعقلي يتسعان لهذا الاختلاف. الازهر لم يقم به، يعني لم يقتصر باقامه هذا المؤتمر وحده، وانما دعا علماء المسلمين من كل البلاد، وهذا يعني اشراك الدول الاسلاميه وعلماء الاسلام في كل بلاد في أن يقوموا بهذا الدور كما يقوم به الأزهر. وهذا في الحقيقة يعني يعتبر عالمية الأزهر، لأن الأزهر ذو فروع يعني منتشرة في العالم كله، فهو يريد من الناس أن يقوموا بالدور الذي يقوم به هو، وهذا ما هو ما يسمى بالعمل المشترك بين علماء المسلمين. الحقيقة المؤتمر جاء في وقته المناسب، فالأمة ما أحوجها أن تقوم بإعادة تقويم تصوراتها الدينية ومحاولة تنقية التراث من بعض الأخطاء الموجودة فيه، بل من كل الأخطاء الموجودة فيه، ومحاولة الحفاظ على صوابه والتأكيد على صوابيته. وبالتالي جاء المؤتمر في وقته، وأيضا تحت مظلة هي مظلته الحقيقية، وهي مؤسسة الأزهر العريقة المعروفة باعتدالها ووسطيتها. وحضور علماء 41 دولة عربية وإسلامية، جاءت أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يدعو إلى تجديد الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني والخروج بتوصيات هامة وعاجلة لتنفيذها على أرض الواقع. عبير الألفي، 90 دقيقة، قناة المحور.
ده كان رأي ضيوفنا الكرام على مستوى 46 دولة من الدول الإسلامية، كلهم حضروا المؤتمر، والحقيقة كلهم كان رأيهم إن إحنا كنا في حاجة إلى مثل هذا المؤتمر لتجديد الخطاب الديني والتقاء الأمة الإسلامية على مائدة واحدة. حدثت مناظرة أو محادثة بين الدكتور أحمد الطيب وفضيلة الإمام، وأيضا الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة. الناس يمكن شافتها أن هي مشادة، لكن هي مش مشادة، هي يمكن اختلاف في وجهات النظر واختلاف، وكل واحد من حقه أن هو يقول رأيه، وده بيعظم من أهمية المؤتمر. وزي ما حضراتكم شايفين أنه الأزهر ما عندهاش أي تشدد ولا أي تعصب، بدليل أن هم عزموا وجهوا الدعوة للدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالعكس قعد على الستيج أو المنصة وتكلم وناقش شيخ الأزهر وقال رأيه. أعرف من حضرتك تعليقك على هذه المحادثة اللي أنا شايفاها إن هي شيء طبيعي، ويمكن هي تناولت ثلاث مقاطع حول مذهب ابن حنبل وحول الأشعرية وحول الحقيقة المطلقة. تفضل دكتور. بارك الله فيك. أولا أنا يعني أشكر حضرتك إني إلقاء الضوء على هذا المؤتمر أمر مهم جدا، وإلقاء الضوء على الحوار الذي استغله البعض وأخذ يلقي بعبارات تحتاج إلى مراجعات، نعم، من فوق المنصات الإعلامية على فضيلة الإمام بدون وعي فكري، أمر غريب جدا لما نرى بعض الإعلاميين المحترمين يخرجوا في الإعلام ويقولوا أني يبدو أن الأزهر لا يقبل الحوار الآخر، وعلشان وقعت الحوار الذي دار بين سيد رئيس الجامعة الأزهر، حضرتك هو اللي وجه الدعوة لدكتور الخشت واداله الفرصة انه يتكلم. ورأيت مدى الأزهر كان ممكن لم يوجه له الدعوة من الأساس. ورأيت مدى تواضع مولانا فضيلة الإمام. أيوة. وكيف كان يتكلم بلطف، لطف القول وحسن الحديث. أما أن يخرج واحد ويقول أني أنا رأيت أن الإمام يحيط نفسه بهالة من القداسة، هذا واجب أنه يراجع نفسه، بل واجب أن يقدم اعتذار، لأن فضيلة الإمام أكبر من هذا. طيب إحنا كده معلش خلينا لابد أن إيه أن أضع نقاط، لأن نحن نتحدث عن مولانا فضيلة الإمام. القضية الحوارية الأزهر لا يمانع فيها على الإطلاق، بدليل رأيت النقاش ومدى أدب الاحترام ومدى. أما وأنني أتحدث عن قامة وقيمة العالم كله يتحدث عنها، وهي فضيلة مولانا الإمام الأكبر، ويقبل رأسه، وهو حينما يقبل واحد يقبل يده أو رأسه يقول أستغفر الله، نعم، يقال أنه يحيط نفسه بهالم القداسة، أمر يحتاج إلى مراجعة. نعم. هذه واحدة. الثانية أن الذي جرى بين سيد رئيس الجامعة المحترم وبين المنصة وفضيلة مولانا الإمام حوار فكري راقي جدا، وتقبله سيد رئيس الجامعة بكل صدر الرحب، وهو حتى رئيس الجامعة شكر في اللقاء دلوقتي لما شفناه شكر وشكر الدعوة وقال أنا كنت سعيد بهذه المناصر. هذا نقاش لا يفهمه إلا العلماء وليس أي حد، وخلاص الحاضرون اللي يعرفون ما أدب المناظرة والحوار وكيفية الرأي والرأي الآخر وفضيلة الإمام صحية. حتى كان يعني كان رده بهدوء ورقي وذكاء. لا ده خدي من البيت شعرا، يعني مولانا فضيلة الإمام بعدما نزل السيد رئيس الجامعة المحترم من على المنصة تعانق مع فضيلة الإمام، حقيقي حصل فعلا، وطلب منه الإمام أن يبقى معه على الغداء. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. قضية أنا هم كبروا الموضوع يا دكتور عبد المنعم، أنا مش عارفة ليه، إيه المشكلة لما يقعد رئيس الجامعة ويقول رأيه في شيء ويرد عليه فضيلة الإمام في نفس الشيء؟ مولانا قال إيه اللي أنا حصل؟ قال إني أنا لي مناوشات فكرية، نعم، مع الدكتور الخشت بارك الله فيه،
وهذه المناوشات دي ظاهرة صحية أختي 100%. أكيد. وده إحنا اللي إحنا عاوزينه. أمال تجديد الفكر الديني إزاي يا دكتور عبد المنعم هيحصل؟ حضرتك بتحضري مؤتمرات وكنت حاضرة. أيوة كنت ما موجودة. ما في مؤتمر إلا يحصل فيه نقاش. صحيح. بمعنى أن الآخر يقدم المنصة تقدم وجهة نظرها والحاضرون يلقون بالأسئلة والمناقشات بل ويعاودون في الآراء ويردوا ويأخذوا. هذه حيوية النقاش. يبقى كيف يقال أن الأزهر يبدو أنه لا يقبل الحوار؟ حضرتك اللي حصل ده هو تأكيد لأنه الأزهر بيجدد في الفكر الديني. ولذلك أنا أتمنى ممن يتعرض لقضايا كبرى فكرية نعم. أن يكون على قدر المسؤولية يكون عنده دراسة لهذه القضايا وعنده أدب الحوار والمناظرة وعنده كيف يلتقي مع الآخرين بما يعني خاصة في المنصات الإعلامية بما لا يشوشر على الآخرين. تمام. أنا أقدم حضرتك تقديم يليق بك. هذا مقام فضيلة الإمام إمام المسلمين في العالم إمام أهل السنة والجماعة. فهذا المقام كل المسلمين بيحترموه. أكيد. والأزهر ليس بعيدا ده مؤسسة من مؤسسات الدولة. ودايما مولانا يقول اعتبروا لا تنسوا أننا جزء من هذا البلد الشامخ وإني ده الفاتيكان جزء من إيطاليا. أوعى تتخيلوا إنه إحنا في حاجة بسبب ما نراه من تهريج إعلامي عند البعض إنه في حاجة. بالعكس لابد أن ندعو شبابنا وأبنائنا إلى كيفية الحفاظ على الأمن الفكري والأمن الوطني وأن نكون في سند جيشنا وأن نكون في ظهره. وإني الحرب اللي احنا فيها دي ليست أصعب الحرب العسكرية. الحرب صحيح. الفكرية الحرب القنبلة الذرية أختي في الحرب العسكرية ممكن أن يعني تدمر قرية أو مدينة أو دولة بينما الفكرة ممكن أن تدمر أمة من الأمم. لذلك اعتنى الإسلام بالفكر ومن هنا احنا بنقدم الفكر بتأصيل علمي. نعم. انظري إلى ما جاء في ختام المؤتمر قضايا علمية رائقة عالية كلها تدعو إلى الأمن الفكري. أولا تعقب الشائعات التي تدار حولنا من كل مكان. احترام أولياء الأمور بما أمر به الإسلام احتراما كاملا. نعم. بيان كيفية الجهاد وصور الجهاد التي اختطفها البعض وأخذ اليافطة الدينية واختبئ خلفها ويريد أن يهز الأمن الفكري. نعم. والمجتمعي يصوره العلماء ويؤصلون للشباب القضايا تأصيلا علميا صحيحا حتى لا تختطف عقولهم. ولذلك واجب علينا أن احنا نساند مؤسساتنا ونساند دولتنا ونساند أولياء الأمور فيها ولا نجعل تلاسن. نعم. بين الرموز الكبيرة. هم طبعا بينتهزوا الفرص يا دكتور عبد المنعم لإحداث الواقعة زي ما حضرتك بتتكلم عن الأمن الفكري. هم بينتهزوا فرصة علشان يكبروا الموضوع ويعملوا مشكلة بالرغم أنه أصحاب الشأن نفسهم ما فيش عندهم أي مشكلة لا فضيلة الإمام ولا الدكتور الخشت زي ما احنا شفنا إطلاقا في إطلاقاً بالعكس المؤتمر. هذا فيلسوف. نعم. يتكلم بلغة الفلسفة. نعم. والآخر مولانا فضيلة الإمام أستاذ الفلسفة. صحيح. فالاثنين في احنا المفروض نتعلم مش نقعد نقيم احنا نتعلم. احنا بنشوف الدول الكبرى بنشوف فيها مناظرات كبيرة جدا وما بيحصلش انه يتقال انه ده في مشادة بين ده وان هم بيكرهوا بعض. مناظرات على اكبر أنا على يقين من كده بكتير. انا على يقين امام حضرتك وانا لست متحدثا باسم الازهر. الازهر ليس فيه عيب او هو متهم انما انا على يقين ان هناك ود بين السيد رئيس الجامعة الدكتور الخشت المحترم وبين مولانا فضيلة الامام الاكبر بل انا في قسم العقيدة والفلسفة بيني وبين قسم العقيدة قسم الفلسفة في دار العلوم أخوة فكرية كبيرة جدا لا يمكن أن تنقطع وروح أناقش في دار العلوم وتروح تختلف وتعترض. مش نختلف ده أنا يعني أوقفت بعض الرسائل أحيانا بسبب أشياء معينة إلى أن عدلت في قلب الجامعة. جامعة القاهرة تقبل الرأي والرأي الآخر. دكتور الخشت أصلا هو دكتور فلسفة إسلامية. نعم. فيعني
الموضوع كبير. طب تعالى دكتور، له بصماته معروفة ولا ننكرها، وفضيلة الإمام قال في البداية يعني قال أنا يعني لولا ما إني سعادتك طلبت إني يعني نتناقش ما كنت أنا دخلت. وهذا كان أنا بقول إنه من أرقى أنواع النقاشات التي كانت، وتقبلها الدكتور الخشت بقلب وبصدر الرحب، ومولانا الإمام يعني تقدم بحسن القول ولطف الحديث والتأصيل العلمي. بالعكس هما الاثنين بيشكروا بعض. صحيح. طب تعالى حضرتك كده نشوف جزء من هذه المحادثة، يمكن بعض المشاهدين ما شافوهاش. في كتب المرجعية الحنبلية الإمام أحمد بن حنبل له ثلاثة آراء في المسألة الواحدة. العلماء قاعدين، لو كنت بقول غلط يقولوا لي، لأن أنا هنا راوي بروي، أنا هنا مش بفسر في الجملة دي. الإمام أحمد بن حنبل في معظم مسائله، ارجع للمغني لابن قدامة، في معظم المسائل له ثلاث آراء في المسألة الواحدة. فإحنا جبنا منين بقى حكاية الرأي الواحد والصواب الواحد والحقيقة الواحدة؟ لا أئمتنا القدماء، يعني إذا كنت أنا بدعو يعني لإقامة علوم جديدة، فمش معنى كده أن أنا أقلل من شأنهم، ده أنا بدعو للاقتضاء بطريقتهم وليس بمذهبهم. في فرق يا جماعة بين المنهج والمذهب، بين المنهج والمذهب. هم لو كانوا فكروا زينا ما كانوش عملوا العلوم دي، لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي استنكر فيها موقف من هم قبله عندما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هل هذه آية لعصر واحد أم لكل العصور؟ هذه مزايدة على التراث. احنا نحفظ من الإمام أحمد بن حنبل حين قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. إذن مقولة التجديد مقولة تراثية وليست مقولة حداثية. والحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام دول مزايدين على التراث ومزايدين على قضية الأمة المعاصرة الآن، المعاصرة الآن. نعم، التراث ليس فيه تقديس، وهذا تعلمناه من التراث ولم نتعلمه من الحداثة. حضرتك يعني حينما أعطيتنا يعني لمحة تشبه يعني مش هقول التعليم ولكن التذكير بأن القرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت وكذا وكذا وغير ظن، هذه ليست مقولة حضرتك ولا مقولتي، دي مقولة التراثيين. نعم، فإذا نعم. نعم لا لا نعم أنا أقول هذه مقولة أنا وحضرتك إحنا الاثنين تعلمناها من التراث. نعم. لا لا أنا معلش ليكن أنا أرد على كلام سمعته بغض النظر عن الحد أو المتحدث. سيادتك أيضا تدعو إلى يعني دراسة المناهج الحديثة. أنا درست في الثانوي اللي هو كان أيام الخمس سنوات الفلسفة والمنطق والجغرافيا، وكان علم اسمه علم الاقتصاد، لا أدري ما هو موجود الآن في الثانوية العامة أو مش موجود، وحتى والله المساحة، وكنا نطلع بالسلاسل في الثانوي والمش عارف الإحداثيات، إضافة إلى الفقه والنحو والصرف والتوحيد والتفسير والحديث، كل هذا درسنا في أصول الدين مناهج البحث العلمي، درست علم الاجتماع ودرسه لنا أساتذة من عندكم من جامعة القاهرة. نعم، فإذا المناداه الآن بأن احنا أو نصور كما لو كنا احنا ناس يعني ما معناش غير المصحف والتفسير، طبعا هذا التصوير يحتاج إلى مراجعة للإنصاف يعني. يعني يمكن اللي احنا شفناه قدامنا هو الرأي والرأي الآخر، رأي قاله دكتور الخشت ورد عليه فضيلة الإمام. أنا شايفة أن الاثنين يتكلموا بمنتهى العقلانية ومنتهى الهدوء، لا شفت حد غلط في حد ولا حد على صوته على حد، ولا الحوار خرج عن إطار الاحترام.
دكتور عبد الحميد. هذه الحقيقة، وهذا هو الذي يجب أن نعلمه لشبابنا. نعم. حينما يحاورون أيا كان المحاور، نعم، لا ينظر كما قال فضيلة الإمام إلى القائل، إنما إلى القول. هو بيقول أنا سأناقش القول بغض النظر عن القائل. هذا أدب حواري راقي جدا. إحنا ما ينفعش نشخصن الأمور، صحيح، إنما يجب أن نتبع الفكرة ونتعقب الفكرة، نعم، ونؤصل لها. إن كانت حقا يبقى هذه حق، إن كانت غير ذلك فبانت أمام الناس بأنها غير ذلك. هذا حوار راقي، حوار علماء. يا دكتور عبد المنعم، إحنا في حاجة إلى مثل هذه الحوارات، أمال هنعترض على بعض لكن نطلع في بعض القنوات حتى خارج مصر تلاقي اثنين يضربوا في بعض كده، واحد ده ليس حوار، إنما الحوار وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أي كلام مولانا فضيلة الإمام أعطى في ربع ساعة، أعطى ثقة للشباب في هويتهم التراثية. نعم. لقد رأينا منصات سابقة في دول أخرى أو في أي مكان كانت تتهم التراث بأنه يعني يلقى في سلة المهملات. نعم. بينما مولانا الإمام يقول لا، ليس هكذا، المفروض علينا احنا في الوقت الحاضر نستدعي أين حياتنا نحن من التراث. أيوه. تراثنا يا أختي الفاضلة ليس تصادمي، إنما تراثنا تراثا تحاوري. نعم. الرأي والرأي الآخر، ده رقم واحد. رقم اثنين، للمدارس التي تقول على التراث أن يمسك بعصا ترحاله ليرحل من بيننا، كان عليهم أن يستدعوا حياتنا ويقولوا أين نحن من التراث، وهذا ما أكد عليه مولانا فضيلة الإمام. نعم. تراثنا مليء بالاكتشافات، مليء بالعلوم. من الذي فكر أول نظرية لعلم الطيران في العالم؟ ابن فرناس. نعم. عباس بن فرناس. عباس بن فرناس. أيوه. من الذي تكلم عن حساب المثلثات؟ نعم. من الذي تكلم عن الجبر؟ من الذي كتب كتاب الشفاء في الطب؟ كله ابن سينا. كل هذا موجود في تراثنا، نستدعي هذا من التراث، والذي لا يتناسب مع حياتنا وأمورنا الحياتية نتركه بعيدا. نتركه بعيدا. أما وأننا نأتي على مدرسة التراث بأكملها ونقول تلقى بعيدا، حينما ردد البعض ذلك، هنا لابد من التصحيح. نعم. إن شبابنا كاد أن يفقد هويته لدرجة إن البعض من الشباب كان يظن إن أي كلمة تراث معناها إن إحنا الرجوع إلى الرجعية وإن إحنا مش هنتقدم. من الذي قال هذا؟ الغرب لما أخذ هذه الكلمات الحضارية والكتابات الحضارية التي توجد في كتبنا الآن كتاب الشفاء لابن سينا يدرس في الغرب في أكبر جامعة الطب، بيجي كل الطلبة من كل أنحاء العالم للدراسة في الأزهر ودراسة تراثنا أيضا. محمد بن يونس الذي المصري الذي اكتشف عقارب الساعة أخت الفاضلة، كما قال مولانا يوم أن تمسك أبناء الأمة بتراثهم الصحيح وأخذوا منه الإيجابيات في ظرف في 70 سنة. نعم. كانت رجل أحدهم في الصين والأخرى في الأندلس. وكان الأوروبيون يرسلون أبنائهم إلى بلاد الأندلس في بعثات علمية. نعم. يوم الـ ليأخذوا العلم من فهل هذا كله يلقى خلف الظهور؟ والله العظيم ما في واحد في الغرب يرضى يلعب في تراث شكسبير وإحنا نلعب في تراثنا. يبقى لابد أن نرجع، لا نقول خذوا التراث كله، كما قال مولانا ليس التراث مقدس ولا تقديس إلا لكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك يؤخذ منه ورد عليه. برضو أنا عايزة من حضرتك توضح للمشاهد البسيط المقصود بالتراث، ما هو التراث؟ التراث ينقسم إلى قسمين. فضل. تراث إن صح التعبير. نعم. المنزل وهو القرآن والسنة. نعم. هذا الاقتراب منهم على الإطلاق، وخاصة في الأمور القطعيات. أيوة. هناك فهم لهذه لما جاء في الكتاب والسنة من الأمور الظنية، وهذا الفهم يحتاج إلى تجديد حسب. نعم. كل عصر. هذا التجديد هو المطلوب، إن احنا نتناسق، لا نترك بيتنا إنما نبقى في البيت ونجدده بلغة حديثة. نعم.
حتى يفهم شبابنا ان احنا مش بعيدين. الله تبارك وتعالى يقول ايه؟ سنريهم آياتنا نعم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب سنريهم آياتنا في اكتشافات الحديثة. هذه الاكتشافات الإسلام يحتضنها في كل عصر وفي كل مصر ويبرهن عليها نعم. ويقول بالأخذ بها في المجتمع. احنا النهاردة كما قال مولانا ما بقي لنا من التراث إلا ثلاث أشياء. أيوة. اللي هم الزواج والطلاق والميراث. وبدأ في بعض من الثلاثة دول بدأ البعض يلعب فيهم. إذن فهذه قضايا لابد أن احنا نعرف من نحن وما طريقنا وكيف يتعامل البعض مع الآخر تعاملا حضاري راقي. يعني التغير هو التغير نفسه التغير نفسه هو عامة يعني في النهاية كلنا بنخضع للقرآن والسنة. نعم القرآن قال إيه في التجديد بقى عشان تعرف إن إحنا كما قال مولانا إن قضية التجديد ليست قضية حداثية مستوردة نعم. إنما هي قضية تراثية يعني موجودة في التراث. ربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. التغيير ده مش تجديد. يبقى إذن من الذي يقوم بالتجديد؟ الذي برا خارج البيت ولا اللي داخل البيت؟ بيقول لك أنت داخل البيت غير ما تنامش. لابد أن تأخذ بالأسباب وتتحرك في كل لحظة من اللحظات. السيدة مريم بمقامها العالي والراقي رضي الله عنها وأرضاه وهي في قمة تعبها وجاءها المخاض وأوت إلى جذع النخلة. ما الذي حصل؟ كان ممكن الرطب ينزل عليها ودي كرامة من عند المولى تبارك، لكن ربنا قال لها خذي بالأسباب. تاخذي بالأسباب إزاي؟ قال وهزي تحركي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نقول لشبابنا ما تتكلش أنك أنت تنام، ما تتكلش تقول أن أنا الدولة هتعيني أو الدولة تعملني. لا لابد أن تتحرك. كبار الصحابة شباب الصحابة وده في تراثنا. شباب الصحابة كانوا من أكابر رجال الأعمال في المدينة المنورة. صحيح. طيب نتكلم عن البيان الختامي في هذا المؤتمر الإسلامي العالمي. قرأ البيان فضيلة الإمام شيخ الأزهر. نعم لأن هذا المنتدى الكبير العلمي والمؤتمر العلمي أولا وفق بتوفيق الله ثم كان برعاية السيد رئيس الجمهورية حفظه الله، وكان لابد مولانا فضيلة الإمام يعرف أن هذا المؤتمر كبير برعاية كبيرة وبتوفيق من الله. صحيح. هو الذي يؤدي بنفسه الإدلاء بالبيان الختامي ولم يوكل أحد أن يدلي به. ليه؟ لأن القضايا التي تضمنها البيان الختامي كبريات القضايا التي تربك المجتمع. فكان شيخ الأزهر يقول للمسلمين ولشباب الأمة في كل مكان القضايا دي تأصلها العلم كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، منها قضية الشائعات، منها قضية التكفير، منها قضية أكثر الجهاد. توصية دكتور عبد المنعم حضرتك استوقفت قدامها وحسيت ان دي اهم توصية، يعني هي التوصيات كلها الحقيقة مهمة، 29 توصية كلهم اهم من بعض، لكن اكتر واحدة ويعني حضرتك شايف ان هي مهمة قوي. اكتر واحدة شايفها انها مهمة الارهاب والتطرف. نعم. الارهاب والتطرف اكد المؤتمر على أن جميع الإرهابيين والمتطرفين يتفقون اتفاقا كاملا بأن التجديد لا يجوز في الإسلام. وهذا أمر غير صحيح. علماء الأمة بأجمعهم أصلوا وقالوا التجديد جائز في الإسلام ولكن فيما يتوافق مع الثوابت، غير بعيد عن الثوابت. اجتهد كما تشاء وتحرك في الدنيا كما تشاء وافعل ما تشاء طالما يفيدك ويفيد وطنك. نعم. القضية الثانية التي لفتت نظري المواطنة والتي تظن بعض المدارس على أنها فكرة مستوردة إلينا من بلاد أخرى. تبين أن المواطنة في التراث الإسلامي. نعم. وإن أول قائد للمواطنة في العالم الإسلامي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. ثانيا الإخاء بين أبناء الوطن الواحد. نعم. كان البعض يفهم أن الأخوة تكون في الدين فقط لقوله تعالى وإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. ويمسك الآية ويقول لك أهو القرآن، بينما لم يقرأ بقية ما جاء في القرآن.
الإخاء يوجد في الدين ده جانب واحد فقط، لكن في غير الدين إذا كنت أنا مختلف معك في الدين نعم. أنت أخوي صحيح. إزاي؟ أنا بقى يعني الحقيقة يمكن ده لفت نظرنا إن إحنا بنطالب بمثل هذه المؤتمرات والمناظرات. يعني أنا مثلا ما كنتش يتلفت نظري لحاجة زي المناقشة اللي دارت الإمام أحمد أيوه لما قال لا تأخذوا مني ولا من الشافعي ولا من أبي حنيفة ولكن خذوا ممن أخذنا منهم الكتاب والسنة، افهموا زي فهمنا، ما تاخدوا تقفوش عن دينا وتقولوا لا احنا تجمدنا عند دول. نعم ده لقطة رائعة يجب أن تكتب بماء الذهب. عشان كده بقول لحضرتك احنا في حاجة إلى مثل هذه المناظرات والرأي والرأي الآخر، لأنه ده بيفتح مداركنا احنا وبنعرف حاجات احنا مش عارفينها. هنعرفها ازاي الا لو حصل اختلاف في الرأي. طب شفت في حتة معينة العالم كله بيتهم الاسلام الان بانه في تطرف، صح ولا لا؟ أيوة. كلمة قالها فضيلة الامام قال لو انت نزلت الى قرية في صعيد مصر او في اي مكان اخر ورأيت رجل فلاح بسيط ورا المحراث وسألته وقلت له بتعمله داعش من قتل وتقتيل من الاسلام وهو لا عالم ولا خريج السربون ولا خريج الأزهر، ماذا يقول لك؟ نعم. يقول لا والله ليس من الإسلام. ومع ذلك ما زال البعض يتهم الإسلام خارج مصر بأنه هو دين التطرف. إذا كان الرجل البسيط يعرف الحق من الباطل وديننا دين واضح جدا بس يحتاج إلى تبسيط الآراء والتجديد في القول حسب العصر والمصر، لأن ديننا صحيح صالح لكل زمان وكل أكيد. مكان أكيد. يعني الحقيقة إحنا هو كان مؤتمر موفق ونفسنا نشوف مثل هذه المؤتمرات مرة أخرى، وكان في يعني ناس كتيرة وشخصيات مهمة من كل الدول العربية والإسلامية، ياريت فعلا أنه يحصل هذا المؤتمر كثيرا. وفي النهاية التجديد في الفكر الإسلامي هو يا دكتور عبد المنعم مطلوب ومهم جدا وصناعة دقيقة، لكن الدين لا يجدد إنما الذي يجدد الفكر الذي يفهم صحيح الدين. لكن إحنا بنقول إنه المهم اللي يقوم بهذا التجديد هم الراسخون في العلم، وده اللي أكد عن المؤتمر في البيان الختامي. أيوة. لكن الغير مؤهلين ما فيش داعي إن هم يتكلمون في أشياء تبدو إنها يعني تجديد، لكن هي تبديد وليس تجديد. اسمحي لي كلمة واحدة بس. صدر. حضرتك إعلامية راقية جدا، الله يخليك. هل أنا أستطيع أن أتكلم في الإعلام بأي وسيلة؟ طيب أنا بأرى البعض الآن تجدينه يتحدث في تخصصه ثم يفتح بعد ذلك المسألة لدرجة تلاقيه مفتي جمهورية على المنصة، وهو يعني يحتاج إلى أن يسأل ويجاب له. نعم. لكن إني أنا أتكلم في كل تخصص ما ينفعش. عشان كده لما تكون في مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الأزهر هي المسؤولة عن مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه المناظرات، فأكيد هي هتكون في إطار دقيق ومحكم. بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم فؤاد، شرفتني أستاذ العقيدة والفلسفة. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقرة أخرى.